الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد أمس عبور سفينة الحاويات HMM العملاقة، أكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة. خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتينان بالصين والمتجهة إلى روتردام في هولندا، جاء ذلك خلال تفقد رئيس هيئة حركة الملاحة بالقناة، ثم متابعة رحلة عبور السفينة من مقر المارينا الجديد شرق القناة والمطل مباشرة على القناة الجديدة. وفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة الربان هشام فوزي كبير مرشدين ممتاز وربان مدحت النجار كبير مرشدين أول للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة الكابتن جون كيو.